ايوه يا جمعه، عايزك تتابع لطقم دي وتجيب لي كشف اساميهم. اوكي مستنيك. يا انكل احنا مش عارفين الشحنه هتوصل امتى. ما حبيبتي مش من السهل ابدا ان هم يديكوا معلومات عشان التامين، لكن اللي انا حاسس بيه ان الشحنه دي في مصر وفي طريقها دلوقتي للجلاله. ممكن تسمح لي اقول لك انه في مخاطره كبيره ان احنا نخاطر بحموله مهمه زي دي. على الاقل احنا كنا شغالين في النضارات والشيبس، ودي حاجه مكسبها مضمون، وعارفين الناس اللي احنا شغالين معاهم كويس. امال لو عرفت بقى يا حبيبتي ان احنا بننقل شحنه ناس مسروق للناس اللي سارقينه. حضرتك خطير بجد، انا ما اقدرش اخاطر زيك كده. عشان كده بفكر ان احنا ننقل الشحنه دي يوم فرحك على هادي، في وسط الزحمه والزيطه بتاعت الفرح. طب وليه نعمل كده؟ ليه نختار يوم كلنا هنبقى مشغولين فيه؟ هنختار يوم تاني. كده كده التأمين مش بتاعنا، بتاعهم هم. احنا مجرد ساتر. هنعمل تغطية عليهم لغاية ما ينقلوا الشحنة من المارين ويطلعوا بيها للمياه الدولية بعيد عن مصر. طيب اللي حضرتك تشوفه. بخصوص موضوع مهم. ماله؟ ايه رأي حضرتك ان احنا نشغله في خط التجميع بتاع الجلالة؟ كويس. على الأقل نختبر ميته اليومين دول. اتصلي بيه ونسقي معاه. هاتيلي بقى ميعاد الفرح من هادي، ما تسيبليش الدنيا سايحة كده. وأنا مش عايزة كده يعني، بس خلاص شوية هروح أقابله وأجيب لك ميعاد مظبوط. هو ده الكلام. بعد إذنك. اتفضلي. يا مهاب، مناسب لك اقابلك النهارده؟ ياه ليليان، ده انا قلت ان انت نسيتيني، اخيرا اتصلتي؟ لا ابدا، بس انا ظبطت لك الشغل الساعه 8. تمام؟ يا ريت يا ريت بجد. بس هنتقابل فين؟ هكلمك قبلها بنص ساعه. مفيش مشكله، هستناك. سلام. عشان خاطري يا مامي. والله لو عملتي ايه الفيز هتفضل مسحوبه منك لغايه ما اعرف انت بتصرفي فين. ممكن ثانية واحدة؟ طيب هي سحبت قد ايه؟ كتير قوي. صرفتيهم في ايه؟ ابدا يا بابي، نزلت عملت شوبينج، خرجت كام خروجة حلوة مع صحابي، ونزلت كام ابلكيشن بس. اوكي ابلكيشنز، لا كده يبقى عندها حق. بص يا سالي، خلاص اعتبر الموضوع امر واقع. خليك محضر خير بقى. طبعا اذنك هرد على الموبايل، هرجع لك تاني يا ست سوزو. انسي